البيت ده في الارض كويس. قلت يالا مالك بتترعش كده ليه؟ ما تسترجل ولا عشرتك الحريم نسونتك. بلاش انا ابوس ايدك احسن بيه، انا بخاف من الدم بخاف المسك. لف يالا. حاضر لف احسن بيه. انزل لف معايا انا. حاضر لف معايا. وانت بنت روحي شوف اي مسحوطة نضيف نضاف الارض. مش عايز اشوف ولا نقطة. يلا يلا يا اولاد الكلب، لما الفلوس جريت في ايديكم افتكرتوا نفسكم بني ادمين يا شوية صراصير. واللي غيظني الكلبة دي اللي انا عملت منها بني ادم، واول ما فكرت تعض بتعض فيا انا. ماشي يا توح ماشي، ده انت حياتك يا بنت كلها ما تسويش تمن رصاصة من المسدس ده. لكن وديني يا توحة وديني لرجعك تاني لخدمة البيوت. لف لف يا ابن لف يا ابن الكلب منك لف. يلا يلا بسرعة اتحرك يا ابني اتحرك. حاضر يا بيه حاضر. اخلص اخلص. نقف فوق في الشقة تثبتوا فوق، مش عايز حد يتحرك، كأن مفيش حاجة حصلت، سامعين؟ يا حسن بيه اخرس اللي اقوله اتنفذ وخلاص. هنعمل ايه مع المجنون ده؟ ده لو رجع وما لقناش ده ممكن ده ممكن كلنا نحصل بسوكة. لا ذكي قوي، يعني هو لو رجع ولقانا هيجيب لنا شوكولاته بالبندق؟ انا كان مالي ومال الشور السودا دي، انت اللي خليتني امشي ورا توحه. هي توحه ذنبها ايه بس؟ وحد فينا كان يقدر يفتح بقه؟ ما كله باوامر البيه. والحل دلوقتي هنتصرف ازاي؟